بالنسبه لمحمد عبد الشافي، محمد عبد الشافي انا شايف ان هو لازم يتعمل له تمثال في نادي الزمالك بصراحه من اللي هو بيعمله. اللاعب اعتزل واعلن اعتزاله رسميا، ولكن نظرا لظروف نادي الزمالك بينزل يرجع وبيؤدي، ومش مؤدي يعني مش موظف جاي بيقوم بدور اللي خلاص يا جماعه انا عملت اللقطه وقلت ان انا هجدد وهلعب سنه ببلاش بقى، ان كان بقى ليا فلوس ماليش فلوس اخد فلوس، بس انا هيبقى اسمي ان انا لعبت سنه لنادي الزمالك بعد غيرت القرار بتاعي بتاع ان انا اعتزالي. ولكن لا، الراجل بينزل وبيأدي، واقل لاعبي نادي الزمالك بيعمل اخطاء في التمرير، بيعمل اخطاء في الاوفرات، لعيب عارف كويس جدا مكانه. يا جماعه محمد عبد الشافي بيلعب من ايام الكابتن فريد حاج كابتن حسن الشحات، جاب جون في الجزائر، ولحد النهارده هو واحد من اهم لاعبي نادي الزمالك، والاكتر اتنين لعيبه في نادي الزمالك سنهم كبير اذا كان محمد عبد الشافي او شيكابالا، هم اكتر اتنين يعتبر منورين، واكتر اتنين عندهم ثبات انفعالي وثبات ذهني كبير جدا في قراراتهم جوه الملعب. فبصراحه الاثنين دول يستاهلوا تحيه كبيره جدا، سواء اكيد حمزه المسلوسي او محمد عبد الشافي، ولكن محمد عبد الشافي يعني تاريخ كبير جدا جدا جدا، اهلاوي زملكاوي اتحاداوي اي حد بيشجع اي نادي بيحب محمد عبد الشافي، لان هو لعيب ادى كتير قوي لنادي الزمالك. وهنا بقى كانوا في الزمن والله العظيم بجد اللي بيبقى فيه كلام كتير وفيه مزايدات كتير، هو ده راجل بجد بيحب نادي الزمالك، وراجل بجد بيحب جمهور نادي الزمالك، ومش سهل خالص في الوقت اللي احنا فيه ده، اللعيبه بتعرض عليها مليون زياده 2 مليون زياده 3 مليون زياده، بيسيب المكان اللي اتربى فيه وعاش فيه طول عمره، لا ده هو بيبطل كوره وهو يعني اولى بكل حاجه، لا انا عاوز ابقى موجود في نادي الزمالك بغض النظر عن اي حاجه تانية. فمحمد عبد الشافي بصراحه من يعني يا بخت نادي الزمالك اكيد محمد عبد الشافي يعني. كلام جميل جدا والحقيقه استحقه محمد عبد الشافي.